الكرة علي مبخوط والكرة باتجاه ميركو وممكن كرة هي الخبرة يا ميركو هي الخبرة يا ميركو فوسينيتش الجزيرة تفتتح اللقاء يفتتح اللقاء بتمريرة حلوة 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 يسجل الجزيرة الهدف الأول في المباراة ويطفي نار هذه المواجهة منذ البداية علي مبخوط ميركو وصلت إلى بارك يونغ هو اللي سجل وهو اللي تقدم للجزيرة وهو اللي أعطى الهدوء الآن في هذا المباراة وفي هذا اللقاء لكي يسمح بالتأكيد لأصدقاء ولجماهير بتنفس الصعداء بعد البداية القوية التي كانت من بيننا لعلي مبخوط والكرة موجودة على الجانب الأيمن ممكن جول الله لابد من استعادة الذكريات يا ميركو لابد من استعادة الذكريات هو سجل في الموسم الماضي في هذا الملعب من ركلة جزاء لكن في هذه الأثناء يسجل من كرة متحركة بكل الطرق يسجل ميركو من متحركة يسجل من ركلة جزاء يسجل يسعد أبن براغا يا لها من بداية ويا له من تقدم لاحظ اللقطة حلوة كانت من فارفان يرسلها في مكان لمصلحة ميركو فيزونيتش يسجل الهدف الأول ويتقدم للجزراوية بالهدف الثاني الجزيرة في هذه المباراة يعلم تماما بأن